الحسين انه وصل الى كربلاء من البصره. وليد الحسين يعطينا عافيه وواكب المسيره الى الحسين سيرا على الاقدام. مسيرة المشاة إلى كربلاء تستغرق أكثر من 15 يوما حتى يصل الزائر إلى كربلاء الحسين عليه السلام، ورغم بعد هذه المسافة الزمكانية إلا أنها لم تزد الزائرين إلا إصرارا وعزيمة وتمسكا بمبدئها ومنهجها الحسيني وتحديها لكل زمر الإرهاب. إن شاء الله ما شايف بحال الله. إن شاء الله. من جاي حجي؟ من البصرة. من البصرة بالضبط، من يا منطقة؟ من الحياني. من الحياني. نعم، حي الأصدقاء. حي الأصدقاء. إيه. الله يعطيك العافية إن شاء الله. هذه أول سنة تمشي حجي؟ أي والله أول سنة. قلوب عاشقة الحسين عليه السلام، فكان شعارها الأزلي لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. حسن الداود، قناة الفرات، البصرة. ومع الاستعدادات الجارية لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، نظم مكتب المجلس الأعلى في باب الندوة لإبراز دور الإعلام في نشر مبادئ الثورة الحسينية. محاور عديدة تناولتها الندوة.